اهلا بحضراتكم واسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم دائما في هذه المعاني التي تتسربل في الأوردة والشرايين، يعني تجري في الأوردة والشرايين، وبعد كده نلاقيها مترجمة لسلوك مهم جدا في حياتنا، سلوك يجعل الحياة أكثر اتزانا وأكثر اتساقا وأكثر انسجاما. في دعوة دايما بنسمعها من مشايخنا بيقولوا فيها: اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. دعاء مبارك، دعاء جميل، دائما يعني نرفع أكف الضراعة إلى ربنا بهذا الدعاء. تعالوا بنا نتعرف على الخلق الحسن الذي يوصي به سيدنا صلى الله عليه وسلم ليكون شعارا، ليس شعارا فقط ولكن شعار وتطبيق، عنوان وبرنامج عمل في الحياة، لتكون هذه الحياة أكثر بهجة وأكثر اتساقا مع هذه العلاقات الإنسانية المرجوة. اسمحوا لي ورحب في الشيخ حافظ عبد الحليم حافظ من أبناء الأزهر الشريف لنسأله عن هذه المعاني المهمة جدا. شيخ حافظ أهلا بك. أهلا بحضرتك يا أستاذ حسن. الحمد لله. ودايما يعني لما بنسمع مشايخنا بيقولوا هذا الدعاء دعاء مهم جدا، وقد إيه أن يجيب الله هذا الدعاء ليكون سلوكا وحياة عملية واقعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد، صلاة يرضى الله بها عنا ويرفع بها درجاتنا ويقضي بها حاجاتنا وحاجة كل من طلب منا حاجة يا رب العالمين. بداية هذا الدعاء الرائع هو من دعوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو دعاء من دعاء مأثور، دعاء مأثور من سيدنا. ومن الذي يدعو به؟ الله. الذي يدعو به سيدنا رسول الله صلى الله عليه ويدعو وسلم ويدعو له، الذي قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. الله. وبعد هذا الأمر وبعد هذه الشهادة الربانية العظيمة الذي شهدها الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما زال يطلب من الله المزيد من حسن الخلق: اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت سبحانك وبحمدك. فمسألة طلب الزيادة من حسن الخلق ده أمر مهم جدا. ولو احنا جينا نبص كده على مسألة حسن الخلق، ايه المعنى؟ معنى حسن الخلق اصلا هو الخلق بداية، اي خلق عموما يعني عبارة عن طبع وسجية، طبع وسجية في الانسان. والعلماء علماء الاجتماع لما يجوا يعرفوا الخلق يقول لك ان الخلق ده صورة باطنة، صورة باطنة في النفس لها صورة ظاهرة خارجها. صورة يعني باطنة في النفس، يعني امر مركب في النفس. لذلك يفرقوا بين الخلق والتخلق. يكون إنسان عنده بطبيعته إنسان حسن الخلق فبيتصرف بسجية وطبع، عشان كده قالوا إن الخلق سجية وطبع في الإنسان، اللي هو الطبع والتطبع. فتلاقي الإنسان الكريم مثلا من صفة إنسان الكريم إنه هو لا يتكلف الكرم. صحيح. أول ما حضرتك تشوفه قاعد بيأكل تلاقيه حريص جدا إن أنت لازم تشاركه في الطعام بتاعه، حتى لو يقول لك تجبر الزاد، أجبر زيتي، أجبر الزاد، وتلاقي إنه هو اللي في إيده مش ليه، ده إنسان كريم، فهو لا يتكلف الكرم، هو أصلاً بيتصرف كده بطبيعته. لكن إنسان تاني يقعد يحسبها ألف مرة قبل ما يعزم على واحد بساندوتش يأكله، قبل ما يعزم على واحد على كوباية شاي، فيقعد يفكر: طب كوباية شاي دي طب هتكلفني كام؟ طب أنا لو اديتها له هشرب أنا إيه؟ طب هو ممكن يشربها كلها؟ طب هيجي له من وراء منفعة؟ بيتكلف يعني، ده إذا كان أصلاً عاوز يظهر بأخلاق حسنة. ففي فرق بين هذه الامور السجيه والطبيعه التي اوجدها الله سبحانه وتعالى في النفس، ان يكون طبعا، اللي هو يكون طبع سجيه، يكون طبعا وليس تطبعا، لا يتكلف. وده أيوة. احسنها بصراحه. وده احسنها. أيوة. احسنها ان انت تجبل على هذا الامر. مهم جدا حتى لو ما كانتش دي موجوده الصفات دي بالسجيه والطبع فيها، ان انا ادرب نفسي عليها، لان الانسان بيتدرب عليها. ده مهم جدا. فكره التدريب، فكره نفسك، فكره التدريب يعني ايه؟ ربما تتكلف الطبع بداية. أيوة. ويصبح هذا الطبع بعد ذلك سجية. أيوة. فحتى الأمر لو بدأ كده لا مقبول، مقبول حتى أن يتحول، أو حتى يتحول إلى سجية وإلى عادة في حياتك. وده بيظهر فين يا أستاذ حسن؟ طب خلينا يظهر فين، خلينا نجاوب على السؤال ده بس بعد ما نروح للتقرير اللي معانا ونرجع لحضراتكم. من أهم خصال الخير في الإسلام سقي الماء، لأن الماء
به قوام الحياة، ولأن سقي الماء فيه بيان للعطاء العظيم والذي يلقى به صاحبه ثواباً كبيراً عند الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث القدسي أن رب العزة قال: عبدي استسقيتك فلم تسقي. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً استسقاك فلم تسقيه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ سقي الماء يصورها الحديث القدسي بأنها سقي الله بلاغة وصلت صيغتها النهائية، وتعطي أهمية قصوى لسقي الماء. سقيت إنسانا بيدك، أجريت نهرا، حفرت بئرا، عاونت مع غيرك في تيسير وتسهيل بلوغ الماء. اللهم يسر لنا سقي الماء واجعلنا من الموفقين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وعلى خلفية هذا الصوت الجميل وهذا الحس الأجمل لسيدنا الشيخ دكتور أحمد عمر هاشم، وهو يشرح هذه الأهمية، أهمية سقي الماء بهذه الطريقة وبهذا الحضور الجميل لعمدة الحديث ولأمير المؤمنين، ما هو يعني كما يعني دائما توصفون هذه المنزلة لأهل الحديث، لأهل الحديث الحجة والحافظ وأمير المؤمنين وفي الحاكم، يعني كل هذه مصطلحات ويعني وألقاب يعني يفوز بها أهل العلم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم يا رب العالمين، وأن يحشرنا في زمرة العلماء يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. من أميز ما قال الدكتور أحمد ربنا يحفظه ورب يديله الصحة، قال إن من شرف سقي الماء أن الله سبحانه وتعالى نسبها لنفسه. خلينا ناخد عن المعنى دوت ونقف عنده شوية ونربط بينه وبين اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية، هو حسن الخلق إذا كان سجية. فمن جملة الأخلاق اللي الإنسان بيكون فيه على سجيته هي الإنفاق والعطاء، فما يلاقيش حد عايز منه حاجة إلا ويلبيها له مباشرة. وده اللي موجود في الحديث اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث القدسي، أن الله سبحانه وتعالى يكلم عبده يوم القيامة: عبدي استسقيتك فلم تسقني. يتعجب يقول يا رب يتعجب وكيف أسقك وأنت رب العالمين؟ وكيف الله أسقيك وأنت رب العالمين؟ لا يحتاج إلى شيء. يقول له: استسقاك عبدي فلان. تعال نقف عندها هنا شوي. أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. كم من المشاهد اللي بتيجي على شاشات التلفزيون وفي البرامج واللي احنا بندعو ليها وكل مؤسسات المجتمع المدني وأهل الخير جميعا بيدعو ليها، بيطلعوا ويقولوا إن في لينا أهالي موجودين في مناطق متناثرة في محافظات محتاجين مية، سواء كانت وصلة مية أو وحدة معالجة اللي هي محطات التحلية، أو حتى أبار مية سواء كانت ارتوازية أو أبار تجميع مية زي اللي احنا نتكلم عنها النهاردة في مطروح، في براني يعني كم مرة في براني في صحراء براني كم مرة الصورة دي تيجي قدام الإنسان ويغلب عليه طبعه، إما طبع السخاء والعطاء وحب مساعدة الناس فيبادر وتلاقيه يتصل ويقول: مؤسسة نبض الحياة، أنتم مؤسسة كويسة وأنا سمعت عنكم كل خير، أو جربتكم قبل كده أنا عايز أشارك معكم. فكل ما تعرض عليه الصورة تلاقي ليه سهم في هذا الأمر، حتى ولو كان ما بيقدرش يعمل بير كامل بنفسه إلا إنه هو بيكون ليه مساهمة ولو كانت صغيرة. هنا بقى هو بيتصرف على سجيته وعلى طبيعته التي خلقه الله عز وجل عليه. وما دام ربنا سبحانه وتعالى وضع فيك هذا الامر، هذه من محبه الله لك، ان ربنا سبحانه وتعالى يجبلك على صفات يحبها فبتلاقيه يشارك معاك. كل ما تقول له بقى احنا عندنا ان شاء الله الشهر دوت عندنا التارجت بتاعنا في الابار 200 بير، يقول يا ريت يكون لي سهم معاكم فيه، فيتصل ويعمل. وفي حد تاني يقعد يتأنى ويفكر: طب خليني الشهر ده ولا الشهر اللي جاي، طب في الابار التوازيه في الابار التوازيه ولا ابار تجميع المي ولا وصلات المي ولا محطات تحليه، فيقعد متردد لحد لما تروح منه فرص ممكن هو يندم عليها. يعني من الناس اللي بتدرك هذا الامر تلاقي ان من حسن حظه ومن ايه من فضل الله سبحانه وتعالى ومن توفيق الله ان هو بيبادر بسرعه، فيجي البير بتاعه موجود فين؟ جنب مدرسه، جنب مسجد، فينتفع بيه اكبر عدد من الناس، لان المرجو من الصدقه وبقدر الانتفاع بقدر المردود بقدر العائد بقدر المثوبه بقدر الثواب، لأن المرجو من الصدقة هو كثرة النفع، إن الناس تنتفع به.
فالموفق بقى ان هو يكون عنده سريع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعاتب المتباطئ. طيب وان منكم لمن لا يبطئن. خلينا نرجع لهذا المعنى ولكن بعد الفاصل اللي معانا دلوقتي، وخليكم معانا دايما. اهلا بحضراتكم، ومن تقرير لتقرير، ودايما مع مزيد من التقرير، مزيد من التفاصيل، مزيد من التوضيح، مزيد من المسارعة في المشاركة. خلونا نروح نشوف التقرير اللي معانا دلوقتي ونرجع. وتقريرنا دايما بتدعو للتأمل وتدعو أو تكون حافزا كبيرا للمشاركة والمساهمة والمسارعة في نفس الوقت. نروح للتقرير اللي معانا ونرجع لحضراتكم. طبعا احنا كنا بنعاني من الميه، وانا واسرتي بالكامل، طبعا ثلاث اولاد عندي، والميه ديت طبعا روح الحياه نفسها. ومؤسسه نبض الحياه نشكرهم جميعا ان هم قاموا بالعمل على اكمل وجه وجابوا لنا الميه بنستفيد بها احنا واولادنا والزرع اللي حوالينا ذاتي. فيعني بنشكر المؤسسه. وطبعا مواقف كثيره بتحصل للواحد هو بيروح يملى الميه، فدلوقتي احنا خلاص يعني المية بقت متواجدة عندنا، فبنقدر بنعمل منها كل حاجة اللي احنا عايزينها وبنغطي بها احتياجاتنا لمدة سنة كاملة. شكرا لمؤسسة نبض الحياة ونشكركم جميعا. اليوم الحمد لله لما في أبيار في رحمة من عند ربك ومن عند البلدمين، ولين كل الحسنات ربك يجيبن، ولين كل الحسنات مش كلام فارغ يدل لك عش، يدل لك اني ما ينفعش هلين هني علين كده. جزاهم الله خير، بارك الله فيكم واجعله في ميزان حسناتكم، وكل من ساهم في هذا البر ولو شيء بسيط لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وندعو له في كل وقت يا رب. وكل شربة مية ندعو لكم، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله يكرمك. لما المهمة بتؤدى بنجاح والمهمة بتؤدى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، زي ما شفنا في الشيخ حافظ في التقرير اللي فات، والبير يعني اللي محتاج البير ده لقى البير ده، والبير جنب البيت على طول. أيه. يعني او تقدر تقول في قلب الحوش بتاع البيت. صح، ما هو المنطقه دي اصلا هي حوش البيت فعلا، حوش البيت. ايوه، وبيقول لك البير بيكفيني سنه. ايوه، فالموضوع مهم قوي. هو البير بيكفيني يكون على راس او يعني اولى، يعني راس او اهميه الاولويات عنده، او من الاهميه بمكان انه يكون في مسرعه. ثواني، هو حضرتك عندك شك في ان الميه هي اولى والاولويات واهم الاحتياجات؟ عندي الشك. فده كلام اصلا مفروغ منه. عشان كده بتلاقي ان الناس وشها نورت حقيقي، وشه منور لما ربنا سبحانه وتعالى بعت له حد ان هو يقضي له حاجته. مهم جدا نوضح برضو حاجه للساده المشاهدين، ان مش ضروري ان كل الابار تكفي سنه. وبرضو نقطه، وحضراتكم ايها المشاهدون الكرام، حضراتكم يعني ربنا بيوفقكم ان لما دعا اي صاحب الحاجه، فربنا سبحانه وتعالى زي ما سمعت كده كلمه من شاب لطيف قال ربنا وفقه لان يعرف العنوان. الله، صح صح، عرفك عنوانه. اي ما هو رسالة، هو ربنا سبحانه وتعالى يقضي حوائج الناس على أيدي الناس. فكون أن ربنا يختارك أنت تكون أنت الأداة اللي ربنا أيوة. سبحانه وتعالى يرسلها لأن تقضي حاجة هذا الإنسان، يبقى أنت نفسك ليك مكان عند ربنا. طبعا طبعا، عشان كده أنا بقول لك في الحديث استسقيتك، فجعل الله عز وجل ذاته سبحانه وتعالى بمكانة الإيه؟ المستسقي، بمكانة هذا المحتاج، وهو غني سبحانه وتعالى. كل أمر الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فهي إضافة تشريف،
وما شرف الله عز وجل شيئا بالإضافة إلى نفسه إلا لأهميته. كان يعيد الموضوع ده تاني. الله سبحانه وتعالى لم يضف شيئا إلى ذاته ولم ينسب شيئا إلى ذاته إلا تشريفا لهذا الشيء، ليس لأنه محتاج سبحانه وتعالى، هو غني عن هذا. فكون أن ربنا سبحانه وتعالى ينسب السقي ليه هو ويقول أنه هو أن ذاته هو الذي استسقاك، هذا تشريف من الله سبحانه وتعالى، وهذا التشريف لا يناله كل أحد. إحنا النهاردة لو يعني لو كل واحد بيسمع عن احتياج الناس للمية ويشارك فيه، الموضوع كان يعني هنلاقي أن إحنا غطينا يعني 90% من الاحتياجات. لكن إحنا النهاردة في إقبال ما شاء الله لا قوة إلا بالله على قضاء حوائج الناس من احتياجه من المية وعلى سقي الماء، ولكن مش الإقبال اللي هو يغطي كل حاجة. ليه؟ لأن في ناس معانا لحد النهاردة بتتفرج على برامجنا وبتشوف الأحوال دي لسه ما حدوش المصداقية، هو لسه حاسس إن لا مش معقول يا جماعة في 2022 الناس ما عندهاش مية أو محتاجة مية. الموضوع ببساطة شديدة جدا، هو مش محتاج مية عشان المية مش موجودة، هو يعني مثلا في صحراء براني هو محتاج حاجة يمسك فيها المية، مش المية محتاج المية متوفرة بالأمطار وكل حاجة. انت ما بتدوش مية، انت بتدوش مية، هو بطلبش منك مية ولا بيقول لك هات لي أزاز مية ولا تنكات مية، هو بيقول لك بس اعمل لي حاجة أحفظ بيها المية. فتخيل لما تكون انت بتعمل له الأداء اللي بيحفظ فيها الماء المطر اللي ربنا سبحانه وتعالى سقاه، فانت حافظت على أمر أرسله الله سبحانه وتعالى اللي هو المية، وحافظت على حياة هؤلاء الأشخاص، شوف والزرع كمان، ويصيبك بقى كل الخيرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سقي الماء، إن كل ما ينتفع من هذا الماء لك به أجر، لك في كل كبد حرة أجرا. مهم جدا المعنى ده يستقر في الفصنة. كان كده مؤسسة نبض الحياة دايما تضع المشاهد أمام الصورة ومعاه في الصورة، وكل تقرير بيحمل كل التفاصيل، بيحمل كل التفاصيل، وبيدعو المشاهدين الكرام ومحب الخير الى المصارعه في كده. ايوه طبعا، هو مش الدعوه للمصارعه مش بتاعتنا احنا، دايما كل ما كانت دعوه من الله او من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بتكون ارجى من الانسان ان هو يعني يستجيب سريعا. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول سارعوا الى مغفره من ربكم، ويجي في القران تاني استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، في حياتكم في جنه عرضها السماوات والارض، في صدقات بتضاعف، في أجور عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول إن الله يتقبل الصدقة بيمينه فينميها وفيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه، والله سبحانه وتعالى يتقبل اللقمة بيمينه فيربيها حتى تصير عند الله كجبل أحد. كل المعاني العظيمة دي نحن أحوج إليها. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في قاعدة عريضة جدا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، من الذي يستغني عن الأجر؟ أنتم الفقراء إلى الله يعني جميعا، تحقق بفقرك إلى ربك تكن أغنى الناس، تكن غنيا به، تكن فقير إلى ربك وغني به، وغني به سبحانه. هذا هو المعنى، لذلك كلنا فقراء. يعني في سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هنطلع لتقريرنا الأخير اللي معانا دلوقتي، ودايما مع التقرير الأخير دايما بنقول إن في حالة من حالات النبض الزائد داخل القلب، يعني انفعالا بما نراه دائما وحبا في عمل الخير. خلينا نروح للتقرير الأخير ونرجع لحضراتكم، وخليكم معنا دائما. مؤسسة نبض الحياة جاية النهاردة بفضل الله عز وجل توصل أمانات لأهالينا الطيبين أصحاب الحاجات الشديدة جدا، وأهم حاجة عندنا في حياتنا أكيد المية. والناس اللي عارفة فعلا قد إيه قيمة العمل الصالح هي اللي بتتمنى أماني أخروية، ودايما بيكون لهم نصيب من دعاء ربنا سبحانه وتعالى واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. مؤسسة نبض الحياة كانت في المكان ده بالظبط تحديدا هنا من أيام، كانت بتعمل إيه؟ كان بتتابع حفر البير، وأنا كنت موجود هنا كذلك، كنا بنشوف موضوع آلية حفر البير، الاتساع بتاعه شكله عامل إزاي،
نطمن على العمل اللي هنقدمه لربنا وسيعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء العمل. هل العمل ده لما يعرض على ربنا أنا هكون راضي ولا لا؟ ومن هذا المنطلق مؤسسة نبض الحياة قبل العمل وأثناء العمل وبعد إنجاز العمل، مؤسسة نبض الحياة بتكون موجودة على أرض الواقع، فنيين، إداريين، كل واحد في تخصصه، حتى علماء مؤسسة نبض الحياة كلهم بيكونوا موجودين وقت الإنجاز، وإن فعلاً البير ده داخل حيز التشغيل ولا لا. النهاردة يوم بقى مختلف تماماً، يوم كله إنجاز، يوم كله فرح. ده العمل اللي حضراتكم شفتوه وإحنا لسه كنا بنحفر لسه البير ده. ده المنظر الأخير للبير، طبعاً تحته الغرفة اللي حضراتكم شفتوها ساعة ما كان العامل بيطلع الحجارة والرمال بالمقطف من تحت الأرض ويرميها فوق الأرض. ده المنظر النهائي. هنا تقدر تقول بكل أريحية مؤسسة نبض الحياة شعارها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل قبل، أثناء، بعد، المتابعة، حتى نرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الوقوف على كل التفاصيل داخل التقرير، من حفر البير يا شيخ حافظ إلى يعني إتمام البير، إلى يعني علاقة البير بهذه الأسرة أو تلك الأسرة اللي محتاجة لهذا البير، وزي وإحنا متفقين على مفهوم كلنا محتاجين لبعض. أيوه صح، كلنا محتاجين لبعض. يعني المساهم والمتبرع أيوه، ده محتاج أكتر صح، لأنه محتاج رحمة ربنا. أيوه رحمة ربنا غالية قوي، قرب القرب من الله. ايه اللي لفت انتباه حضرتك في التقرير لسه شايفينه؟ نعم، ايه اللي لفت انتباه حضرتك في التقرير احنا لسه شايفينه؟ والله لفت انتباهي العامل اللي تحت وهو بيحفر وهو يعني مشغل اجهزته والاته في لا ده مهمه خطره. اللي اداله اجره اليوم دوت وفتح له باب للعمل دوت هو اللي اتبرع بثمن البير. وايه لفت انتباه حضرتك تاني؟ ده كتير، حاجات كتيره حقيقي. يعني انت حضرتك البير ده بيشتغل فيه كام عامل؟ يعني اصلا في معنى كده بيحضرني ان الانسان يؤجر المرء رغم انفه، في امور يثاب المرء رغم انفه، في الاجر وفي الثواب. بتاخد اجور انت اصلا ما كانتش في الحسبان. هو ده بقى والله يضاعف من الشيء، يضاعف بان انت دايره الانتفاع بتوسع وانت مش واخد بالك اصلا. يعني انت كمتبرع، يعني انا كمتبرع دلوقتي او مساهم، الفلوس بتاعتي مش رايحه للبير بس ولتجميع المياه، لا ده في عمال بيشتغلوا، في ناس شغاله في ضوء وفي اطار هذا العمل الخيري، وده اجر انت بتاخده. انت مش انت بياخد عليه، يعني اللي وده بياخد عليه اجر كمان يا فندم. وانا ماشي في الطريق وممكن اشوف مثلا حد من اخواتنا العمال اللي هم بيشتغلوا باليوميه، عمال اليوميه، ايوه سيدي، مش اوقات كتيره جدا بنلاقي نفسنا بنطلع ليهم صدقات وهم اولى بالصدقات والزكوات بتاعتنا. أيوة كمان ايوه ايوه، لانه بيشتغل يوم يقعد 10، يعني اغلبهم بيبقى كده. فبتلاقي نفسك انت، احنا بنقول لك لما يجي حد يسالني مثلا يقول لي يا شيخ ينفع اديهم؟ اقول له طبعا اديهم الصدقات بتاعتك واديهم الزكاه بتاعتك، ربنا يوسع على الجميع يا رب العالمين يا رب العالمين. فهو النهارده لما يكون وفر له فرصه عمل بشكل مباشر، دي فرصه عمل بشكل مباشر، وفي نفس الوقت اقدم له عن طريقها المساعده، فهو اغناه وحفظ ماء وجهه. يبقى انا ما بقتش اديها لك بشكل صدقه، انا بديها لك بشكل ان انت بتؤجر على عملك. طيب ما هو اللي اصلا فتح له باب العمل مين ده؟ اللي تبرع بالبير ده. فدي هي دوائر السعه اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول والله يضاعف الاشياء، وانت ما تعرفش عنها حاجه. لان انا اللي اتصل بيا في مؤسسه نبض الحياه وقال لي انا عايز اشترك معاكم ببير، كل اللي في دماغه ان انا هعمل بير ميه. واتصل على كام؟ على 15740. ده الخط الساخن. ايوه. بيتصل عشان يعمل بير ميه، فهو دفع فلوس بير ميه، فكل اللي في ذهنه ان انا منتفع ببير الميه اللي هو كل ما حد يشرب منه اخد اجر. هو لا يدري بقى ان قبل ما البير دوت يدخل حيز التشغيل، زي ما سيدنا الشيخ احمد كان بيقول، قبل ما يدخل حيز التشغيل مر بمراحل
كل الناس المراحل اللي قبلها دي بتنتفع فبتؤجر، فانت بتؤجر على بيوت انت فتحتها. يعني بياخدوا كلهم بياخدوا يعني أيوة. ياخدوا اجرهم يعني من بيوت انت فتحتها. في نفس الوقت حضرتك المساهم المتبرع المشارك بتاخد ثواب على كل يعني هو ببساطه نقدر نقول نوفر فرصه عمل لحد هو مش عارف. بشكرك شكرا جزيلا فضيله الشيخ حافظ عبد الرحيم حافظ، ودائما في دوائر الخير، وبامكانكم ان تتصلوا ب 15740 اللي للاستفسار عن كل شيء. اكيد احنا ما وضحناش حاجات كتيره جدا في الحلقه طبعا، فبهذا الاتصال او بهذا الرقم الخط الساخر بامكانك ان تتعرف على كل شيء وكل اعمال الخير في مؤسسه نبض الحياه. بشكرك شيخ حافظ، ودائما الشكر موصول ولقاؤنا دائما موصول بحضراتكم. دمتم في رعايه الله وامنه. Thank you.